سيادة الرئيس، دائما ما تقول لنا سيادتكم خلال لقاءاتكم معنا إنك لا تخشى على مصر إلا من داخلها، ونحن المصريين نقول لسيادتكم كن مطمئنا، لا تخشى عليها لا من داخلها ولا من خارجها. فمصر يا سيادة الرئيس محروسة ومحمية بالعناية الإلهية، وبشعبها الأبي وجيشها البطل وشرطتها الباسلة وأزهرها الشريف وكنيستها الوطنية وجميع مؤسساتها. وقد عاهدت الزمان وعاهدها الزمان ألا يزول إلا معا، فهي قرينة الدهر. والعجيب أن الدهر قد شاب، لكن مصر أبدا لم تبلغ حد الكبر. سيادة الرئيس، لم يتبق لنا من يومنا سوى أن نستمع إلى كلمتكم. الحفل الكريم مع كلمة رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ياسر بيقول ان محفوظة، يعني مش هنقوم بالواجب ولا ايه؟ يعني هو هنرمي بلانا على لا، في دور لينا. قبل ما انسى، العميد الضوئي لو سمحت اعمل جنب السلاح. تمام يا فندم. مجموعات العرض العسكري جنبا سلاح.